بمركز البحوث الزراعي. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، والكلمة الان لفضيلة الشيخ الشاذلي وجدي زعبل مدير ادارة اوقاف القنايات بمحافظة الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبسم الله، بسم الله العلي الأعلى، والحمد لله رب العالمين. اطلع على قلوب أحبابه فسقاهم من صفو شرابه ما صفى، وأغناهم برزقه وكفاهم برزقه ما كفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، القمر من نوره استنار، واليم عن يمينه فإن أعطى عطاء أعطى عطاء لا يخشى معه فقر ولا إقطار، فصلوا على النبي المختار. أما بعد، أيها الأحبة، أيها الجمع الطيب، الرجاء أن نستمع حتى نستمتع. لقد قرأ قارئنا الكريم آيات من ذكر الله الحكيم، ولكن سأقف على آية هي قول الله عز وجل: أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله عز وجل هو الولي وهو الغني وهو القني. قال الله عز وجل: عبدي لذ بجنابي ألين لك الحديد، عبدي من أراد مرادي كفيته ما يريد. أهل ذكري أهل مجالسة، فأنتم تجالسون مع من؟ فأنتم أهل ذكر الله، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي. أقترب إليهم لمن أطاعني، وأهرول إليه من بعيد، ومن عصاني أأتي إليه من قريب. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب. كونوا في أنس مع الله، فالله هو الولي. والله يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، والملأ الذي هو خير منه
هو حملة عرش الرحمن، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. انظر كيف يشكرك الله عز وجل. ولذا يقول الله عز وجل: عبدي لا تأنس بغيري وأنا لك، إن طلبتني وجدتني، وإن وجدتني وجدت كل شيء، فالله هو الولي. أقول قولي هذا وشكرا لكم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. حبه عين الكمال، جاهه عال وغالي، صحبه خير الرجال، بايع الهادي محمد. خير خلق الله أحمد، كل من يلقاه يسعد، حوضه الصافي المبرد للذي يعشق محمد. بحر علم الله طه مثل شمس في ضحاها، هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد. هذه الدنيا كساعة، اجعل الأعمال طاعة، واشتري خير بضاعة زيارة الهادي محمد. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. استمعنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الشيخ الشاذلي وجدي زعبل، مدير إدارة أوقاف القنايات بمحافظة الشرقية، والذي حضر نائبا عن صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ زكريا الخطيب، وكيل أول وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية. ويحضر معنا هذه الاحتفالية المباركة جمع من أبناء هذه المدينة، كما يحضر معنا الأستاذ الدكتور مصطفى أيمن محمد أبو العلا، والأستاذ أحمد علوان، والأستاذ طارق عاطر. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، وما أجمل أن نلتقي في هذه الأيام الكريمة ونحن نحتفل بنصر أكتوبر المجيد. فندعو الله العلي الكريم أن تكون مصرنا دائما وأبدا في تقدم ورفعة، وأن تكون مصرنا في أمن وأمان وسلام واستقرار. اللهم اجعل يومها خيرا من أمسها، وغدها خيرا من يومها. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.